فيديو للحبايب، يلا نعمل فيديو بس للحبايب كده. احنا لا بنعرف نصور ولا لينا في التصوير ولا حاجة، بس نعمل فيديو للحبايب نعرفهم ان احنا بتوع كسكسي. تمام، طبعا عملية التقليب كل واحد حر يعني، دي ما في ناس بتمعجن كده يعني، في ناس بتقلب كده انت فاهم السكينة، وفي ناس بتاخدها واحدة كده، فكل واحد حر يعني، كل واحد يقلب بالايه بالطريقة اللي بيستريح فيها. تمام، على ايدي يا ابويا، على ايدي على ايدي. كفاية كده يا ابويا ولا الجو برد؟ نقلب كمان شوية، خد كفاية راحتك. كده، مش عايزة تمشي. على ايدي على ايدي، هدي كده بس للحبايب حاجة كده على قدها، اما نبقى نشتري كاميرا التصوير بقى ونتعلم التصوير نبقى نصور. تعال ننقي حتتين واطيين هنا، ماشي، ننقي حتتين واطيين. الحتة دي كده واطية، تمام، يعني كل ده كده واطي، ماشي. نعمل ايه بقى؟ تعال خش على الكاميرا، روح هناك، روح هناك. بس الحتة دي معايا يا ابويا. طب ما تروح من هناك عشان التصوير يبقى يعني هناك كده. ايوه، على ايدي بس، على ايدي، هنلم كده ماشي. بعد كده دي الحتة الايه المبوطة اللي هي الواطية، هذا يعني. بس كمان في حتة هنا، الحتة دي معايا يا ابويا. بس حتة الواطية دي الأول كده ماشي يا ابويا، بارك الله فيك. معايا يا ابويا، بعد كده ايه هنبقى ناخد بالطبع. تعالى نفرد الحتة دي في أي حتة، أي حتة تعجبني. تعالى يا ابويا، خش خش على ايدي. مكان ايه ده؟ صور على ايديا بس، عشان ايوه تليفونك ايوه اصلا تليفون كسكسي ملوش اي لازمه. تبص دي تابوته خدناها صح ولا لا؟ ايوه ايوه سحبناها كده بالشوربه الكبيره كده واحده كده صح؟ طيب هنا دي التابوته كانت بالطول، التابوته دي بالعرض، خدنا حتتين واطين هنا صح كده؟ ايوه ايوه تعالى لي بقى هنا، خدنا دي كانت تابوته جامده، خدناها برضو ايه؟ خدناها كده بالطول صح كده؟ ايوه ايوه هنكمل بقى التليفون بقى على ايدي كده، عشان ده فيديو للحبايب، عشان هو اخر فيديو وخلاص، وايه؟ ونشوف شغلنا. على ايدي على ايدي. على ايدي. طب روح كده شويه ورا، خلي الناس تتفرج. ده اتفرج ايه؟ بتفرج بزازي صدري؟ يلا بس، معاك ناس من كل دول العالم هنا على الجروب. يلا انت تقول لهم كده. يلا، ايوه يلا يلا. معجونه كسكسي على حمصه، ايه خلطينا ايه ما شاء الله، حطيت معجونه زي الزبده. بص والله زي السمنه البلدي، بص بص سمنه بلدي. بص على ايدي على ايدي، بالراحه كده على بال ما العظميه بتاعتي تتمرن. يلا حبيبي على ايدي، الجو غير طبعا، نقلب المعجونه كويس براحتنا كده. تمام، طبعا التقليب ده كتير، بس طبعا في الحر مش هنعمل كده، بس مش مشكله، خلينا نتدلع شويه، ايه نمرن الايه كف الايد ونمرن الايد. انا كنت زمان زي الصاروخ تقليب المعجون، بس الوقت كبرت بقى خلاص، عضمايه كبيره هنا عليا. انت شباب يا ابو يوسف، شباب. يلا تعال تعال، ما ناخد حتة دي سكينة. يلا خش عليا، خش خش عليا يا بلوز. افتح الباب اللي قدامني ده كده، تعال من هنا، تعال من هنا، تعال. برافو عليك. بإيه؟
برافو عليك. خش كده، خش خش، اما ناخد واحده كده اهو ماشي، ونروح ايه دردنها كده. خلاص خلاص الموضوع خلص، اي حروف بقى بعدين نلمها ماشي. ممكن ناخد الحته دي جدعانه كده عشان ايه، خلاص مش مشكله، سيبها كده كده هنديناها ماشي. تعال ما نقي حته ثانيه وطا، تعال خش على ايدي، خش على ايدي الحته دي وطا، خش على ايدي، خش على ايدي وانا بفرز المعجونه كده، خش على ايدي. تعال تعال من نط دي وطي يا بابا، شفت قلت لك عليها، هي مش محتاجة فرد ولم، فرد ولم، فرد ولم، هي افرد ولم بس. النعجة اللي عملها خلاص مرة واحدة بس، خلاص كلام يا ابويا خلاص. ابن قال يلا روح 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 على السريع، يلا امشي، يلا اجري اجري اجري. انت بتعمل ايه؟ يلا ارفع ايدك فوق ونزل ايدك تحت بس، يلا خلاص. دي قبل النعم، بكره بقى نبقى ندي قشره نعم.